مشاهدي شوف تي في، تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة عاصمة الشرق. تحية طيبة، نتمنى إن شاء الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. إذا الحصيلة اليومية كوفيد 19، المدينة تسجل 10 إصابات جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة. إذا خوتي خواتاتي، الحالة الوبائية مدينة وجدة لا زالت مستقرة، رغم أننا سمعنا في الداخلة بأنه كان حجر صحي شامل، ويعني 49 حالة ديال السلالة الجديدة. قدرناش نعرفوا في أي لحظة غادي يقول لك في أي مدينة راه بانت السلالة الجديدة. كذلك كنسمعوا لأنه غادي يكون حجر صحي شامل في المغرب، يعني في رمضان. مازال ما كانش أخبار مؤكدة، يعني باقيين كنتسناو، يعني كان غير إشاعات صفحات فيسبوكية، الواحد ما يدريش على الاشاعات حتى يتيقن. يعني كاين اللي كيقول لك راه غادي يبقاو يسدوا مع 12 تاع الليل، كاين اللي غادي يقول لك هذه، ولكن انا كنوصيكم دائما الانسان يشوف مصادر رسميه اللي يقدر يعني يتكل عليها، ومصادر رسميه وحقيقيه بهذا المعنى. اذا الحكومه مدات الاجراءات الاحترازيه الاسبوعين اخرين. رمضان باقي واحد 15 يوم ولا ان شاء الله، باش غادي ان شاء الله كما نقولوا حنايا نصوموا بالصحه والعافيه. اذا المزيد من الحذر في ظل ظهور يعني السلاله الجديده هنا في المغرب، خصوصا مدينه الدخله. كما كتعرفوا الاعتبار هي تاع مدينه الدخله مدينه سياحيه بامتياز، ويقدروا الناس اللي جاوا من برا اللي جابوها. اذا كذلك كما كتعرفوا الرحلات الجويه بين اسبانيا والمغرب ما بقاتش، كاين دي فول اللي كان جوج تاع لي فول اليوم، كاين استنكار للناس اللي تانيضاو لهم ليبي، كان عندهم دي بي ديال الي روتور، دابا كيمشيو يقطعوا لي القول بي ب 10000 درهم، اللي القول بي ديالهم ب 7000 درهم. اذا صعيبه بزاف. شفنا مجموعه تاع المدير المغربيه حدا وكالات الاصفار، مجموعه ديال وكالات الاصفار وشركات ديال الطيران، الناس كتحتج عليهم. إذا كل هذا بسبب الفيروس اللعين. كل مرة كتبان سلالة جديدة، كل مرة كنسمعوا أنه دولة غلقت الأبواب ديالها، أو الأبواب أو المسالك إما الجوية أو البرية. إذا الإنسان يحاول ياخذ الاحتياطات ديالو، لأننا في ظل الحملة ديال التلقيح محتاجين أننا نضامنوا بيناتنا، وكذلك نحضوا راسنا مزيان، لأنه لما حضيناش راسنا راها صعيبة بزاف هذا المعنى. إذا الحالة الوبائية لكوفيد 19 مدينة وجدة هنا 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، حالة وفاة إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحم اللي توفى، والله يشافي المصابين، ونتمنى أنه تزيدوا تحضوا راسكم، ما تنساوش الكمامات ديالكم، التباعد، الكمامات في الأماكن المكتظة. حتى لو كنت مثلا تمشي في الشارع بوحدك ولا ما شي مشكل، إذا ولكن كي تكون مع صحابك ولا العائلة ولا شي بلاصة تاع الخدمة ولا شي بلاصة فيه تقضى شي حاجة، الإنسان من الأحسن أنه يدير الكمامة ديالو ويعقم يديه، لأنه السلالة جديدة تقدر في أي لحظة تبان في شي مدينة مغربية، نتمناو ما تبانش إن شاء الله. إذا تحية طيبة وتبارك الله عليكم.